استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية في ديوان ولي العهد بأبو ظبي أمس وفدا من هيئة الهوية هيئة الإمارات للهوية برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري المدير العام للهيئة الذي قام بإطلاع سموه على سير العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية 2014-2016 وواقع المشاريع والمبادرات التي تنفذها الهيئة. وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد على الدور الحيوي لهيئة الإمارات للهوية في دعم العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تطورها الدولة داعيا أسرة الهيئة إلى الحفاظ على المكتسبات المحققة بصفتها واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية الفاعلة ومواصلة تحقيق التميز. وفي ختام اللقاء عرض وفد الهيئة على سموه دروع الجوائز الخمس التي فازت بها الهيئة ضمن الدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.